زيادات جديدة تلهب جيوب المواطنين، هذه التفاصيل. كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن عددا من البقالين بمدن مختلفة توصلوا بلائحة أسعار جديدة تهم الحليب المعقم والياغورت والأجبان. وحسب لائحة الأسعار الجديدة التي توصل بها هؤلاء، قد ارتفع ثمن الحليب المعقم من حجم 500 ملليلتر إلى 6 دراهم، بعدما كان سعره محددا في 5 دراهم، فيما بلغ سعر اللتر الواحد منه 11 درهما بعدما كان في وقت سابق لا يتعدى 9 دراهم. ووفقا لذات اللائحة، فقد انتقلت حمى الزيادة أيضا إلى منتوجات الأجبان التي وصل سعرها إلى 15 درهم، علما أن سعره لم يكن يتجاوز سابقا 13 درهما.